بسم الله. ربنا يا وهاب، أعطنا ما يثبت أقدامنا عندك حتى يستمر رضوانك عنا يا كريم يا عظيم. يقول ربي: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كنتم هنا وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. هناك محضر، الله لا يحب الفرح، ينخفض الفرح من هذايا، فراح ينم عن عدم وعي وعدم أدب مع الله وعدم ما تثبيت النفس على معاهدة به المولى. رد بالك، راك انت مر وماشي في بالك اللي قالوا لك ابليس اللي اتخذته اله من دون الاله، في بالك هذاك هو الوحيد اللي يضمن لك مستقبل زاهر ويقيك الأيام الخبيثة ويحقق أمالك ألا يوم حساب بعد بعث وجمع. وهذا كله راك تعوم في الشاعر نقول العامة، وحنقول نقول في علم النفس: إنك تهدي هذيان مطلقا، نسأل الله السلامة من كل هذيان وكل هلوسة من عمل الشيطان، والسلام على الأمة بالتمام.